الأربعاء 21 من ديسمبر، أهلا بكم متابعينا الكرام في عدد جديد من اقتصاد بلس. وفي حلقتنا لليلة، الدبيبة يؤكد صرف مرتبات ديسمبر ل 1.65 مليون موظف وفق جدول المرتبات الموحد. حالة ركود على شراء الخبز بسبب الخوف من احتوائه على مادة برومات البوتاسيوم. وتعرف معنا اليوم على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ سنة 2011. البداية كالعادة تكون مع فريق صدى الاقتصادية في صدى الأخبار. في صدى الأخبار ينضم إلينا زميل علي المحمودي. علي، مساء النور. مساء الخير جميعا. أهلا بك. بداية علي، أطلعنا على قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بنقدارة بشأن تشكيل لجنة للتفاوض مع الشركاء المحتملين في مشروع تطوير الاكتشافات النفطية والغازية بمنطقة الحمادة. وفاء، نص قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بنقدارة على تخصيص وتشكيل لجنة للتفاوض مع الشركاء المحتملين في مشروع تطوير الاكتشافات النفطية والغازية والغير مطورة بمنطقة الحمادة. وفاء هذا القرار كان لتشكيل لجنة كانت برئاسة بشير قريعة وعضوية كل من ضو زحمول وشعبان لمين ومفتاح الورفلي وخالد زناتي وعبد الله أهدية. نمر لمراسلة من وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إلى مقرر المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، وذلك لتعديل جدول أعمال الاجتماع الثاني للمجلس. وفاء، مراسلة محمد عون للمجلس نصت على أنه بما يتعلق ببنود المقترحة بشأن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية للنفط وبنود المفاوضة مع شركة إيني الإيطالية، حيث كانت من المفترض على المؤسسة حسب نص هذه المراسلة أنها تبحث وتناقش مع الوزارة قبل إعلان الشركة للتفاوض. أيضا طلب عون كذلك بتعديل جدول الأعمال الاجتماع الثاني للمجلس فقط ليقتصر فقط على البند الرابع لمناقشة اعتماد دليل إجراءات تنظيم الاجتماعات وآلية عمل المجلس الأعلى للطاقة، وبعد اعتماد الآلية عمل المجلس الطاقة يتم الترتيب للاجتماعات. نبقى مع وزير النفط محمد عون الذي وجه أيضا مراسلة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للطاقة، والتي تضمنت تعليقها على مذكرة المؤسسة الوطنية للنفط. ماذا جاء في هذه المراسلة؟ وفاء، حسب مراسلة محمد عون لرئيس الحكومة بصفته رئيس المجلس الأعلى للطاقة والتي تضمنت تعليقه على مذكرة المؤسسة الوطنية للنفط حول مناقشة التي تتم مع شركة إيني الغاز بخصوص مطالبة تعديل بعض بنود الاتفاقية ABIS 4 للقطعة البحرية MS 41 وحقل الوفاء البوري. وبعد مراجعة الموضوع من طرف خبراء واختصاصيين بالوزارة جاءت هذه المراسلة، حيث أوضحت أن المؤسسة الوطنية النفط قد خالفت القرارات والقوانين والأحكام لهذا الموضوع، حيث أن الاتفاقية المعتمدة بقرار من مجلس الوزراء لا يجب المساس بها إلا بعد الدخول في مفاوضات بشأن تعديلها، أو إلا بعد أخذ الإذن بقرار من مجلس الوزراء. وأكد أيضا عون الظروف التشغيلية والاقتصادية القائمة وارتفاع أسعار الغاز في العالم. في ملف آخر، كيف تم تعديل المواعيد الرسمية للدوام الرسمي للمركزي؟ حسب إذا شكرا لك الزميل علي. نواصل معكم، نعتذر عن رداءة الصوت، نواصل معكم ونمر إلى فقرتنا الموالية الأخبار. آخر الأخبار الاقتصادية ونستهلها بالعناوين. الدبيبة يؤكد صرف مرتبات ديسمبر ل 1.65 مليون موظف وفق جدول المرتبات الموحد. مؤسسة النفط إنتاج الخام بلغ 1,216,000 برميل. وتعرف معنا اليوم على أفضل 10 جامعات عربية. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة صرف مرتبات شهر ديسمبر لمليون وستمائة وخمسون ألف موظف في الجهات الممولة من الميزانيات العامة، وذلك وفق جدول المرتبات الموحد. وأشار الدبيبة إلى تبقي 400,000 موظف تجرى عملية المطابقة المالية لمرتباتهم وفق الجدول، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات التابعة لها. نحب نطمن كيف العادة ليبيا والليبيين ان فيه اجراءات الحكوميه بدات تعمل
حقيقة نحب نطمنهم أن 1,650,000 أن تم الإفراج عن المرتبات في خلال شهر 12 وفق جدول المرتبات الواحد، وهذا الحقيقة إنجاز كبير جدا أن إحنا ماشيين في تطبيق جدول المرتبات الواحد. باقي من الموظفين أعتقد أنه هو توه تحت المطابقة. إيه 400,000 الباقي لما تحت المطابقة المالية ما بين وزارة المالية والقطاعات اللي خاصة به. أحب نطمن حتى الليبيين وهالمشكلة اللي يحكوا عليها ديما هي موضوع الإفراجات. طمنهم من 54,000 مواطن تم الإفراج عن المرتبات. هذا تقريبا بعد سبع سنوات من التوقف. سبع سنوات من المرتبات المعلمة. من ضمنهم الشباب اللي تلقيت وياه في وزارة البيئة هذه في شهر واحد. طمن الشباب اللي تلقيت وياهم في وزارة البيئة إن في شهر واحد حتى نحل مشكلة الإفراجات متاعها. عندنا حوالي 89,000 موظف تم تغيير مسارهم. هذه كيف هذا مثل موظف يخدم في وزارة الصحة انتقل لوزارة الزراعة. لهم سنوات قاعد مرتب جي كاسكيدة أو حافظة لوزارة الصحة ينقلوها لوزارة الزراعة بفضل الله وتعليماتك بعد آخر مرة لوزارة المالية لأن 87,000 خلاص يمشي مرتب لجهة العمل الحقيقية. إيه إحنا إن شاء الله مع بداية السنة الجاية حتنتهي المشاكل بتاع الإفراجات والعملية تغيير المسار وهالمشاكل اللي في إن شاء الله. وفي خبر آخر أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في آخر تحيين لها أن إنتاج الخام بلغ 1,216,000 برميل وبلغ إنتاج المكثفات 56,000 برميل. وقبل يومين أعلنت المؤسسة أن إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بلغ 955 مليون قدم مكعب منها 730 مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء و104 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط و 90 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى و31 مليون قدم مكعب لمصنع الإسمنت. اتفقت لجنة متابعة ميزانية النفط الاستثنائية لعام 2022 على إعداد تقرير تفصيلي للميزانية حتى نهاية العام الحالي، ويشمل التقرير التفصيلي بحسب ما اتفق عليه المشاركون في الاجتماع 13 للجنة متابعة ميزانية النفط الاستثنائية لعام 2022 المخصصات والمصروفات الفعلية وأثرها على استقرار القطاع إلزاما بخطة الحكومة للإفصاح والشفافية وخطة المؤسسة لرفع الإنتاج ليصل إلى 2 مليون برميل وعرضه على المجلس الأعلى للطاقة حسب ما أوردت منصة حكومتنا. وجرى خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني وحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بنقدارة وأعضاء اللجنة من مصرف ليبيا المركزي ووزارة التخطيط وديوان وزارة المالية متابعة تنفيذ الميزانية وآلية متابعة الإنتاج والخطة التنموية لزيادته وتسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة والشركات التابعة. في ملف آخر، قال رئيس اللجنة العليا لمراقبة المخابز علي أبو عزة أنهم ينتظرون إعلان النيابة العامة عن أنواع الدقيق الذي يحتوي على برومات البوتاسيوم، مشيرا إلى أن أصحاب المخابز لا يعلمون نوع الدقيق الصالح للاستهلاك. وأكد أبو عزة حدوث حالة ركود على شراء الخبز وذلك على خلفية الإعلان عن وجود برومات البوتاسيوم في بعض المواقع. وأوضح أيضا أن الدقيق الموجود في السوق المحلي جودته ضعيفة، مناشدا أصحاب المطاحن باستيراد أنواع الدقيق ذات الجودة العالية. وأضاف أبو عزة أن سعر الدقيق في طرابلس انخفضت مرجعا السبب إلى انخفاض سعر النقل، حيث ذكر أن ارتفاع سعر البنزين هو أحد أسباب ارتفاع الخبز. في ملفنا آخر، أرقام صادمة عن أموال ليبيا المجمدة بالخارج منذ عام 2011. كشف عنها مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني أمام مجلس الأمن. التفاصيل في هذا التقرير. إحصاءات صادمة عن أموال ليبيا المجمدة بالخارج منذ عام 2011 تحدث عنها مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني أمام مجلس الأمن مؤخرا، مشيرا إلى أن المبالغ المجمدة تقدر بنحو 200 مليار دولار مقسمة على بنوك دولية بنسب متفاوتة وموزعة بين عملات أجنبية مختلفة وأصول وسندات وذهب. هذا وتشير آخر الإحصاءات في هذا الموضوع إلى وجود 1,200,000 يورو من الأموال الليبية المجمدة بالبنك المركزي النمساوي،
فيما جمدت بريطانيا 19 مليار و200 ألف دولار، في حين أعلنت كندا في أول مارس عام 2011 أنها جمدت مليارين و400 ألف دولار، أما فرنسا فتستحوذ على 11 مليار دولار. في سياق متصل، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية تجميد 7 مليارات يورو من الأموال الليبية، كما تم تجميد 8 مليارات يورو أخرى من قبل إيطاليا، هذا وقامت لوكسمبورغ بدورها بتجميد نحو مليار يورو. أما الرصيد الأكبر فنجده بالبنوك الأمريكية، حيث تقدر الأموال المجمدة ب 34 مليار دولار، تبعاً لإحصائية صادرة عن وكالة رويترز للأنباء. ثروات هائلة تستحوذ عليها البنوك الأجنبية وسط مطالب ملحة من قبل السلطات المحلية بفك التجميد عن أموال الليبيين قصد انعاش الاقتصاد الذي يعاني من ركود حاد منذ سنوات. أما في ملفنا الدولي لليوم، أصدرت مجلة تايمز هاير إدوكيشن الأمريكية تقريراً عن أفضل 10 جامعات عربية لعام 2023، إذ تمكنت السعودية من نيل الصدارة بامتياز، فقد استحوذت على نصف المراكز العشر الأولى في القائمة. وفقاً للمجلة الأمريكية المهتمة بالشؤون العلمية، فإنه جاء في الصدارة جامعة الملك عبد العزيز بإجمالي 63 نقطة، جعلتها في المرتبة 101 عالميا، مدعومة بالاستشهادات، وهو أحد المؤشرات ضمن 13 مؤشر في 5 مجالات ينظر إليها، إذ حصلت على 91.9 نقطة فضلا عن التوجه الدولي والذي حصد 93.6 نقطة. فيما احتلت جامعة الملك فهد للبترول والثروة المعدنية المركز الثاني، متقدمة 4 مراكز عن ترتيبها لعام 2022 مع 54.3 نقطة، وفي التصنيف بين 201 و250 ضمن أفضل الجامعات في العالم. جامعة قطر احتلت المركز الثالث عربياً، فيما كانت جامعة الملك سعود صاحبة المرتبة الرابعة عربياً، وبتصنيف يقع بين 251 و300 بين أفضل الجامعات في العالم. وفي المرتبة الخامسة جاءت جامعة الشارقة، والتي تقدمت عدة مراكز عن تصنيف عام 2021. جامعة الإمارات هي الأخرى وجدت في هذا التصنيف وكانت صاحبة المركز السادس. أما جامعة أبوظبي فقد احتلت المركز السابع عربيا جنبا إلى جنب مع جامعة الفيصل بإجمالي 48.7 نقطة، وعالميا تقع الجامعتين في الترتيب بين 300 و350 ضمن أفضل الجامعات. أما المركز التاسع فقد جاءت الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة حائل في السعودية، وجامعة خليفة في الإمارات، وجاءوا بنفس الدرجات وفقا لتصنيف تايمز للتعليم العالي. فيما كانت جامعة أسوان أول جامعة مصرية في الترتيب، وفي المركز الثالث عشر عربيا، والوحيدة بين الجامعات المصرية ضمن أفضل 500 جامعة حول العالم. إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية، فاصل قصير ونأخذكم لجولة في الأسعار. أهلا بكم من جديد، ونأخذكم الآن لفقرة الأسعار. الأسعار المتداولة لليوم تجدونها في هذا التقرير. وختاما كالعادة، أسواق بلاس، جولة في محل بيع مواد التجميل في طرابلس اليوم.
عندنا لزقط أظافر، في منها الأصلية في منها العادية، في بخمسة دينار وفي بثمانية دينار، وعندك لزقط الرموش في بخمسة وفي بثمانية نفس السعر. عندك بودرة إيفر بيوتي هيلتي ميكس في بثمانية وعشرين، بودرة وكريمة 28 28. عندك إيفر بيوتي حتى هي في 23 بودرة وخمسة وعشرين كريمة. رموش المكس 5D بثلاثة دينار، وعندنا أقلام بأسعار من 2 دينار إلى 18 دينار اللي هم اللمسة الأخيرة، وعندك فلومار، عندك الديبارة، وعندك الأقلام العادية من 2 دينار إلى 18. في عندنا الأرواج الكاتفة، في عندنا 3D على 5 دينار، في عندنا أرواج الأرمي على 8، وعندنا الـ IB مدتهم 24 ساعة استخدامهم يومي 8 دينار، وعندك الـ RM حتى هم نفس السعر. في عندنا النيبو على 15 الأصلية، في عندك جست كولد على 26، في عندنا المكس فاكتور 35 الأصلية والعادية في درجة أولى 25، في إيرمات 23، جولد الروز 25، الإيفر بيوتي في 8 اللي هي درجة الأصلية ب 25، وفي النوت حتى هي ب 25، ديبارا عندك 25 و35، في تشيك على 12 دينار. عندك في عندي تنت نظام الشفايف الروج، في تنت كريمي وفي تنت العادي. إيفر بيوتي اللي هو درجة الأصلية في ب 8 دينار وفي ب 15، وعندك كلها هو كريمة كلها شركة إيفر بيوتي. نهاية اقتصاد بلس لليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. سهرة طيبة للجميع.